أين يوجد برج الجزيرة؟ مرحبا أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا أن نتحدث بإذن الله عن برج الجزيرة أو برج القاهرة كما يطلق عليه. أعزائي، تم بناؤه بين عام 1956 و 1961، والذي تم بنائه من الخرسانة المسلحة على تصميم زهرة اللوتس، إذ يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة. فبالتالي أعزائي، كما نعلم بأنه يشكل مركزا سياحيا بالعديد من البلدان الخارجية والأوروبية، حيث كما يتميز بأنه يتميز بإطلالة رائعة جدا، والذي يتميز من أبرز معالم القاهرة.